السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you doing everybody? Hope you're doing fine. أتمنى تكونوا بخير. إن شاء الله ندرس مع بعض النهاردة الدرس الرابع في الوحدة الـ11، وهي من صفحة 102 لصفحة 104. لو عايزين حل أي صفحة من كتاب المدرسة ممكن ترجعوا في قائمة التشغيل اللي بعنوان Connect 4 رابعة ابتدائي حل كتاب المدرسة. يلا نبدأ. Are you guys ready? Let's go. العنوان النهاردة pollution، يعني ايه التلوث؟ ممكن تقول pollution او pollution، معناها ايه التلوث. alright pollution او pollution جاية من الفعل pollute اللي هو يلوث، الفعل نفسه يلوث، التلوث بقى نفسه ايه pollution. alright يبقى noun pollution، الverb pollute. alright look and say why is this boy wearing a mask. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا كده، في طفل لابس ايه، طبعا بقى مشهور جدا دلوقتي، face mask اللي هو الكمامة. الكمامة اسمها ايه؟ اسمها face mask. right ليه هو لابس face mask؟ زي ما احنا شايفين لو بصينا وراه كده هنلاقي الجو نفسه ملوث وغير نقي، يعني حتى مش مبين حاجة بالرؤية اللي وراه. فليه هو لابس ماسك؟ ممكن ناس تقول بسبب كورونا، طبعا هيبقى relevant او دلوقتي او ليه علاقة بالوضع اللي احنا فيه، لكن هو في الصورة هنا because the air is polluted، لان الهواء حواليه ايه ملوث. right لو قلت because it is corona طبعا برضو الاجابة صح، لكن السبب الرئيسي اللي هو لابس عشان وكمامة نعرفه لما نقرأ ايه التكست اللي هو موجود دلوقتي. read the text، اقرأ النص. why is air pollution dangerous؟ لماذا؟ طبعا في انواع كتير من التلوث. التلوث اللي احنا نتكلم عنه النهاردة air pollution. air يعني هواء، pollution يعني تلوث، يبقى تلوث الهواء ماله؟ هل ده خطير ولا مفيد؟ طبعا خطير. ليه تلوث الهواء خطير؟ توقع كده ليه خطير؟ لان طبعا هيسيب الانسان بايه؟ بالامراض. cities have many cars، المدن فيها ايه؟ many cars، سيارات كتير. cars make air pollution، والسيارات دي بتعمل ايه؟ air pollution، بتساهم في تلوث الهواء. they put chemicals into the air، طب هو هنا بيشرح لنا ازاي هي بتلوث الهواء؟ عن طريق الاحتراق للوقود اللي هو داخل العربية، عشان العربية تمشي لازم بنزين، والبنزين بيتحرق جوه عشان يعمل ايه؟ عشان يخلي العربية تتحرك. لما بيتحرق البنزين بيطلع ايه؟ دخان. الدخان ده عبارة عن chemicals. chemicals يعني عناصر كيميائية. right عناصر كيميائية زي ثاني اكسيد الكربون وخلافه، او اول اكسيد الكربون، او ايا كان العناصر اللي بتطلع من عوادم السيارات، يبقى اسمها ايه؟ عناصر كيميائيه chemicals. الكيميكالز دي بتطلع into the air، بتطلع في الهواء. we can't always see the chemicals، ما بنقدرش دايما ان احنا نشوف الكيميكالز، لكن but dangerous، لكنها ايه؟ dangerous، خطيره. حتى لو مش قادرين نشوفها ما زالت خطيره. air pollution is very dangerous، تلوث الهواء ده ماله خطير جدا على صحة الإنسان. لماذا؟ when we breathe، طبعا هنا تتنطق ذه okay when we breathe، عندما يتنفس، وخليني أقول هنت سريعة كده breath وننطقها ثاء وتبقى معناها نفس، دي الايه الاسم نفسه. لما عايز أخليها فعل أحط لها إيه في الآخر وهنطقها ذه. When we breathe the polluted air we cough and feel sick، عندما نتنفس الهواء الملوث هنعمل ايه؟ يكح. and feel sick يعني يشعر بالمرض او بنمرض يعني. okay does this happen to you in your city or town؟ هل ده بيحصل معاك في المدينة بتاعتك؟ is the air dirty or clean؟ هل الهواء في المدينة اللي انت ساكن فيها dirty يعني ملوث، طبعا اللي هي زي polluted، ولا clean يعني نظيف، الهواء نظيف عندك؟ some cities are trying to stop the air pollution، بعض الدول والمدن بتحاول انها تعمل ايه؟ stop
the air pollution. توقف تلوث الهواء. In London, England. في لندن اللي هي موجودة فين؟ في بريطانيا. Parents do not drive children to school. الأولياء الأمور اللي هم الأب والأم اسمهم parents do not drive children to school. مش بيروحوا مش بيوصلوا أطفالهم drive يعني يوصلك بالعربية المدرسة. The children walk or cycle to school. هم الطلبة بيروحوا إزاي؟ Walk or cycle. Walk يعني يا إما يمشي cycle يا إما يقود إيه الدراجة بتاعته. يعني يروح بالعجلة أو بالمشي. Cars do not enter the school. ما فيش أي عربية خالص بتروح بالقرب من إيه؟ من المدرسة. هنا China طبعا ده عالم الصين. China in Shenzhen. Shenzhen دي طبعا مدينة موجودة في الصين. China اللي هي الصين. They have electric buses. هم عندهم إيه هناك؟ أتوبيس بالكهرباء. Electric buses. أتوبيس كهربائي. يبقى these buses do not make air pollution. يعني الباصات اللي بالكهرباء مش بتسبب تلوث الهواء. نيجي على مثال عندنا احنا هنا طبعا ده عالم ايه اللي في الصورة قدامنا عالم مصر. In غربية ايجيبت في محافظة الغربية دي محافظة موجودة في مصر. Farmers wanted to have cleaner air. طبعا الغربية فيها مزارعين. المزارعين دول كانوا عايزين ايه؟ Wanted to have cleaner air. كانوا عايزين يبقى عندهم الهواء اكثر نظافة. To do that, عشان يعملوا كده, they stop burning rice straw. طبعا هناك بيزرعوا ايه رز كتير والرز بيبقى ليه straw اللي هو قش الارز rice straw. الاول كانوا بيحرقوه بيولعوا فيه. طبعا لما تولع في حاجة بيصدر عنها ايه الدخان فبيسبب تلوث الهواء. طيب هيودوا قش الرز ده فين؟ They used the straw to make food for the animals. استخدموا القش ده ان هم يعملوا ايه كعلف للحيوانات and cover their crops ويغطوا بيه ايه المحاصيل. cover يعني يغطي و crops اللي هي المحاصيل يغطوا بيه ايه المحاصيل بتاعتهم. العالم اللي قدامنا دوت بيبقى عالم فرنسا. عالم فرنسا. In Paris, France. تعال نشوف بقى فرنسا اقترحوا ايه. طبعا دي حلول الدول اقترحتها عشان تحد من تلوث الهواء. نشوف الفرنسيين قالوا ايه. Cars can't go in some parts of the city. في اماكن كده cars can't go. فيها اماكن السيارات ممنوع ان هي تدخل فيها. In these places. طيب لما مفيش سيارات احنا هنوصل ازاي او هنمشي جوه المدينة دي ازاي؟ You can only walk or take a bus. عندك حل ان walk تمشي يا اما take a bus يعني تستقل ايه اتوبيس. ده عالم الدنمارك. In Copenhagen, Denmark. Copenhagen طبعا عاصمة الدنمارك. There are more bikes than people. في هناك عندهم ايه bikes. More bikes than people. عندهم دراجات اكتر من الناس. And large parts of the city do not allow cars. وأماكن كبيرة جدا من المدن don't allow cars. لا تسمح بوجود السيارات. آخر سطر هنا عندي. These are all good ideas to stop air pollution in cities. كل دي مالها good ideas. أفكار جميلة to stop air pollution in cities. Which idea do you like the best? أي فكرة فيهم عجبتك أكتر؟ Talking about myself, I liked, أنا حبيت إيه أكتر؟ Having more bikes, طبعا دي إجابة سؤال وكل واحد يكتب الحاجة إيه المناسبة معاه. I liked having more bikes than people. أنا حبيت إن يكون عندنا دراجات أكتر من الناس. منها بتبقى رياضة, الناس تعمل رياضة, ومنها برضو بنحافظ على الهواء من التلوث وبرضو بتوفير لحاجات كتير للموارد اللي موجودة حوالينا. Alright. على number 3. Match the cities with the price. عندنا فوق لسه قايلين ايه؟ ان كل دولة اقترحت حاجة معينة لحلول الحد من تلوث الهواء. فعندي هنا باريس, شينزن, كوبنهاجن, لندن, غربية. دي اسماء المدن. وهنا stop burning rice straw, lots of bikes, parts of the city where cars can go, electric buses, no cars near schools. دي الحاجات اللي هم الأفكار أو البروجكت اللي هم عملوه, المشروع اللي عملوه عشان يحدوا من تلوث الهواء.
طيب فاكرين كده مع بعض باريس كانت عملت ايه؟ باريس كان فيها اماكن ما ينفعش يروح فيها ايه؟ عربيات خالص. يبقى دي نقول ايه؟ parts of the city where cars can't go. فيها اماكن ما ينفعش السيارات تمشي فيها. طيب شنزن في الصين، فاكرين الصين كان عندهم اتوبيسات بتمشي بايه؟ بتمشي بالكهرباء. كهربائي يعني electric buses، يعني عندهم ايه؟ اتوبيسات كهربائية. كوبنهاجن اللي هي عاصمة الدنمارك كان عندهم ايه اللي احنا حبيناه اكتر؟ اللي هو عندهم بايكس اكتر من الناس، يبقى عندهم lots of bikes، العديد من الدراجات. اول حاجة قلناها عن لندن، لندن كانوا عملوا ايه؟ ان هم مش بيوصلوا عيالهم للمدرسة، يبقى لندن قالت no cars near school، يعني مفيش اي عربيات تبقى قريبة من المدارس. وفي الاخير غربية قلنا بيعملوا ايه في قش الرز؟ بطلوا يحرقوه وخلوه علف للحيوانات، يبقى stop burning rice straw. السؤال الرابع listen to the expert talking about air pollution. هنا في expert يعني خبير، واحد خبير هيتكلم عن ايه؟ talking about air pollution، عن تلوث الهواء. Why is she worried؟ لماذا هي قلقة؟ هي قلقانة من ايه؟ طبعا unfortunately I don't have the listening record so I will just translate it for you. يعني للأسف وبكل أسف أنا حاولت كتير جدا، المنهج جديد ومش لاقيين أي resources ليه. حاولت كتير جدا إن أنا أوصل لل listening عشان كنت أحب إن أنا أشغلها لكم ونحل السؤال مع بعض، لكن للأسف ما مش قادر ألاقيها بأي شكل من الأشكال. فأنا كل اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي إن احنا هنترجم وهنبقى مستعدين لما الماستر مثلا في المدرسة يشغل الريكورد نبقى عارفين هو بيتكلم عن إيه. هنا next page بيقول listen again circle the ideas the expert mentions. طبعا الاكسبرت اللي هيبقى في الليسننج اللي فات هيقول بعض الاقتراحات عن طرق جديدة أو قديمة أيا كانت، عن إيه؟ عن طرق الحد من تلوث الهواء. عندنا هنا 6 pictures أو 6 صور عن إيه؟ عن طرق الحد من تلوث الهواء. نمبر 1 هنا عندي share a car with another person. share طبعا كلنا عارفينها من الفيسبوك، share يعني يشارك. زي ما احنا شايفين في السيارة هنا عندي 4 people in one car، 4 أشخاص في نفس العربية، فبيقول لك ممكن نشارك العربيات مع بعض. use solar power نستخدم ايه اللي احنا شايفينها دي؟ الواح الطاقة الشمسية، يبقى solar power الطاقة ايه؟ الشمسية. right نستخدم الطاقة الشمسية. number 3 بنت راكبة دراجة، يبقى go to school by bike، روح المدرسة بايه؟ بالدراجة طبعا اللي هي العجلة يعني. eat more vegetables هنا بقى صورة خضروات، بيقول لك ممكن نعمل ايه؟ eat more vegetables ان احنا ناكل خضروات ايه؟ كتير، ناكل خضروات كتير. number 5 plant trees، plant يعني يزرع، هنزرع ايه؟ شجر كتير. طبعا الشجر بيحد من تلوث الهواء لان زي ما خدنا في العلوم ان هو اللي بيمتص ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيساعد على تلوث الهواء بيطلعه لنا اكسجين تاني اللي احنا بنتنفسه. alright يبقى plant trees زراعه ايه؟ الاشجار. buy food at shops near your house، بعض الناس بتروح مثلا بالعربية مشوار بعيد عشان تشتري كل حاجة من مكان معين، لا بيقول لك اشتري الطعام من ايه؟ من shops near your house، من المحلات اللي هي بالقرب من البيت بتاعك، وبالتالي مش هتصرف بنزين وانت ماشي ومش هتلوث الهواء. اوكي؟ ودي تبقى نهاية 104، بعده على طول هنزل lesson 5 بأمر الله. right? You guys have a good day. Thank you very much for watching. Have a nice time.